حابب أتكلم عن شهادة يسوع للوحي اللي حضرتك سألت عنه، وأنا بعتبر أنه شهادة يسوع عن الوحي عن الكتاب المقدس هو عمدة الشهادات، عمدة الشهادات. فنلاقي الرب يسوع مثلا بيتكلم عن الخلق، عن خلقهما من البدء ذكرا وأنثى، يتكلم عن هابيل، يتكلم عن شخصية إبراهيم. والنقد بكل أسف، النقد الهدام الليبرالي يهدم كل هذه، وكأن المسيح لم يكن يعرف ما هي الحقيقة. المسيح شهد عن الطوفان الذي أتى وأهلك الجميع. المسيح تكلم عن نوح، شخصية نوح، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. يسوع تحدث عن حوادث تاريخية، سدوم وعمورة، تحدث عن، وفي لوقا يقول لنا اذكروا امرأة لوط، مش بس ان الرب انقذ لوط من سدوم وعمورة، لكن كمان نشوف انه يتحدث عن امرأة لوط، امرأة لوط التي نظرت الى الغراء فصارت عمود ملح. يتحدث الرب يسوع عن موسى، يتحدث عن الناموس، يتحدث عن يتحدث عن الحية النحاسية. تحدث يسوع عن داود وسليمان، تحدث عن نينوى، تحدث عن إشعياء. وشيء اللي لفت للنظر يا أسيس نزار هو أن بعض المتعاصرين يشوفوا مثلا أنه سفر زي سفر يونان يقولوا عليه فولكلور شعبي، فولكلور شعبي، ده مش قصة حقيقية، ده فولكلور شعبي، رغم أن مدينة نينوى مدينة حقيقية وشعب نينوى شعب حقيقي وهو إلى آخره. لكن نقرأ في الرب يسوع، ماذا يقول الرب يسوع في متى أصحاح 12؟ يشبه الرب يسوع نفسه بيونان، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان. يمكن المشاهدين الأعزاء الأحباء، الرب يسوع لم يشبه نفسه بشخصية في كل الكتاب المقدس إلا بشخصية يونان. تفتكروا ممكن شخصية يونان الرب يسوع يستخدمها عن موته وقيامته وهي شخصية فولكلورية؟ يعني مثلا نتكلم عن باربي مثلا كشخصية فولكلورية، أو سوبرمان أو سندباد أو ميكي أو سمير، القصص القديمة بتاعتنا بتاعت زمان، عشان نشبه بها الله كلية القدرة، كلية القداسة، كلية المحبة. وفين؟ في صلبه، في موته، في قيامته. يا جماعة، إذا أردتم من الناس تصدقكم، يعني خليكم عاقلين. هل يسوع هيستخدم فولكلور عشان يوضح بيه ويثبت بيه موت صلبه وموته وقيامته من بين الأموات؟ حابب كمان أنا أقول قد إيه الرب يسوع احترم كلمة الله. الرب يسوع احترم الكلمة وقدس الكلمة. الرب يسوع يقول في متى 5، يقول ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء بل لأكمل، بيتمم النبوات، بيتمم النبوات، ما جئت لأنقض بل لأكمل. قد إيه كلام جميل لما المسيح يقول استمع من فضلك وارجع للنص ده في متى 5:17-18، يقول لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس إلى أن تزول السماء والأرض. يمكن بعضنا ما يعرفش أن كلمة التعبير نقطة واحدة، التشكيل العبراني كان عبارة عن نقط، هيريك وسيجول كان عبارة عن نقط، وكأن المسيح يقول حتى الأمر البسيط، كود الصغير، أصغر الحروف العبرانية إلى أن يكون الكل. عشان كده الرب يسوع يقول متى 5:39، فتشوا الكتب، فتشوا الكتب هي التي تشهد لي. لما جم الفريسيين يسألوه عن الزواج والطلاق في متى 19، يقول أما قرأتم أن الذي خلق من البدء، يرجع للبدء. مرة كنت بتكلم مع واحد وقال لي هو أنت مش هتترقى شوية يا أستاذ رضا؟ مش هتغير تفكيرك كده شوية وتمشي مع الدنيا؟ قلت له طبعا، المسيح لما حب إن هو يظهر قدم قال البدء، رجع الناس للحقائق، للأسس، للمبادئ الأساسية. إذا
إذا شلنا المبادئ الأساسية ماذا يتبقى؟ لما التقى الرب يسوع بالشاب الغني يحفظ الوصايا، ومش عايز أتكلم أكثر عن التجارب البرية، والرب يسوع يقتبس من سفر التثنية، من سفر واحد اللي ربما البعض يشكك فيه، كان يقتبس عشان يقول مكتوب مكتوب مكتوب. نعم لنا شهادته لأنه كان نوح هكذا يكون في أيام مجيء ابن الإنسان أيضا. شهادة الرب يسوع هي عمدة الشهادات للكتاب المقدس.